بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد معكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث. بداية يا شباب، نطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم قياس حجم السوائل. درسنا يا شباب قياس حجم السوائل وتعلمنا كيف نقيس السعة في الدرس الماضي. نبدأ لنطبق. افتح معي الكتاب صفحة 323. في تدرب مستقل، ما إجمالي السعة الممثلة في كل صورة؟ السؤال رقم 5 يا شباب. السؤال رقم 5: عندي إناء ممتلئ سعته 1 لتر، وعندي إناء مدرج لكنه أقل من اللتر. نقول 100 200 300 400 500 600 700 800. يبقى عندي لتر كامل و800 ملي لتر يا شباب، فيكون 1 لتر و800 ملي لتر. في السؤال الذي يليه يا شباب، من يجيب؟ هيا يا أبطال. عندي هنا إناء ممتلئ سعته 1 لتر، وأيضا إناء آخر سعته 1 لتر، وأيضا إناء ثالث سعته 1 لتر. من يقول يا شباب؟ بالفعل هنا السعة 3 لترات فقط، لأن عندي 3 أوعية، كل وعاء أو كل إناء فيه 1 لتر، فنقول 3 لترات. في السؤال رقم 7 يا شباب، من يبادر؟ هيا يا شباب. هنا 1 لتر وهنا 1 لتر، لكن هنا يا شباب 100 200 300 400. أحسنتم أحسنتم يا أبطال، فنقول لترين و400 ملي لتر، لترين و400 ملي لتر. في الصفحة التالية يا شباب، صفحة 324، السؤال رقم 8: تلقى خليفة سلة هدايا تحتوي على عبوة سعتها 200 مللتر من مربع العنب، وعبوة سعتها 350 مللتر من مربع الفراولة. استعملت أخته 135 مللتر من مربع العنب، ما كمية المربع المتبقية لديه؟ لو لاحظنا يا شباب، هو كان عنده 200 من مربى العنب و350 من مربى الفراولة، أخته استعملت من مربى العنب 135، ماذا نفعل يا شباب؟ ها ها، من يجيب يا أبطال؟ من؟ أحسنت أحسنت أحسنت، نقول هي استعملت من مربى العنب، فنقول نطرح 200 ناقص 135. أحسنتم يا أبطال، هيا 200 ناقص 135، لكن يا شباب 0 ناقص 5 ما يصح. نجري عملية الاستلاف، هنا 0 وهنا 2، نأخذ من الاثنين هذه 1 فتصير 1، الواحد قيمته 10، فيأتي هنا فيكون 10، لكن هنا سنعطي الصفر الذي يليه فيتبقى معي 9. أحسنتم يا أبطال، وهنا تكون 10. أحسنتم يا أبطال أحسنتم أحسنتم، 10 ناقص 5 تعطي 5، و9 ناقص 3 تعطي 6، و1 ناقص 1 تعطي 0 يا أبطال. أحسنتم، فيكون الباقي معي 65 مللتر من مربى العنب.
لكن هو ايضا معه 350 من مربع مللتر من مربى الفراولة. ها ماذا نفعل؟ نجمعهم سويا. احسنتم احسنتم. هيا يا ابطال، 65 لو جمعناها على 350 كم تعطي؟ احسنتم، 415 ملي لتر. فيكون المتبقي معه يا شباب كم؟ 415 ملي لتر. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. أستعمل الأدوات المناسبة، أجد وعاء أعتقد أن سعته أكثر من 1 ملي لتر. أكثر من 1 ملي لتر، ركز، ملي لتر وليست لتر يا شباب. أقيس سعة الوعاء. من يجيب يا شباب؟ من يا أبطال؟ من؟ نستطيع أن نقول هذه العلبة يا شباب أكثر من 1 ملي لتر، لكن هل نستطيع أن نقيس سعتها يا شباب؟ من يا أبطال؟ من؟ من؟ بالفعل نستطيع أن نأتي بوعاء مدرج من قياس السعة ونصب ماء محتوى العلبة في هذا الوعاء، نجد أنه وصل إلى 400 ملي لتر، فنقول أن سعتها 400 ملي لتر. أحسنتم يا شباب ونفع الله بكم. في نفس الصفحة السؤال رقم 11، كم عبوة سعتها 2 لتر يمكن ملؤها ب 18 لتر من العصير؟ هذا سؤال الأذكياء. هيا يا أبطال، من يبادر؟ نبحث في البداية عن عبوة سعتها 2 لتر يا شباب، وليكن هذه عبوة سعتها 2 لتر، لكن نريد أن نملأها ب 18 لتر، كم مرة نملأها يا شباب؟ نحتاج إلى كم زجاجة من هذه؟ طب هيا نجمع حتى نصل إلى 18، هذه سعتها 2 لتر، لو أضفنا لها زجاجة أخرى فيكون سعتها أيضا 2 لتر، 2 زائد 2 تعطي 4، ما زال الوقت مبكرا، نضيف ثالثة، هكذا وصلنا إلى 6، نضيف رابعة، هكذا وصلنا إلى 8، نضيف الخامسة، هكذا وصلنا إلى 10، أحسنتم أحسنتم، ها اقتربنا يا شباب اقتربنا، نضيف السادسة، فنكون وصلنا إلى 12، ثم نضيف السابعة فنكون وصلنا إلى 14، ثم الثامنة فنكون وصلنا إلى 16، ثم نضيف التاسعة فنكون وصلنا إلى 18. الحمد لله وصلنا هنا يا شباب، لكن كم زجاجة، كم عبوة عصير يا شباب؟ أحسنتم 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 يا شباب، ها أحسنتم، هكذا وصلنا إلى 18، لكن كم يا شباب؟ من يقول؟ من يا أبطال؟ ها من؟ 1، ها من يا شباب؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، فيكون عندي 9 عبوات يا شباب سعتها أو سعة كل منها 2 لتر، يبقى 9 عبوات. ننتقل إلى السؤال الذي يليه في نفس الصفحة، سؤال التقويم. المسألة رقم 13، أستعمل صورتي وعاء الماء لإيجاد كمية الماء التي شربها الفريق أثناء تمرين كرة القدم. أين الصورة؟ هذه هي الصورة. قبل التمرين كان الوعاء ممتلئ وكانت سعته 15 لتر، بعد التمرين يا شباب كم سعته؟ هذه 5، 6، 7، 8، فيكون قبل التمرين كان 15، بعد التمرين صار 8، الكمية التي انتهت أو أفرغت هذه شربها الفريق، كم لترا شرب الفريق؟ هيا يا أبطال، هل
ست لترات ام سبع لترات ام تسع لترات ام 19 لتر. هنا يا شباب ما العملية التي نجريها؟ كانت 15 وصلت الى 8. نجري عملية الطرح، 15 ناقص 8 فتكون كم يا شباب؟ كم؟ احسنتم يا ابطال، بالفعل 7 لترات. نرجع لسؤالنا التقليدي، ماذا تعلمنا اليوم يا شباب؟ تعلمنا كيف نقيس حجم السائل عن طريق ان نضعه في وعاء او في اناء درج به وحدات قياس السعة، وحدات قياس السعة اما ان تكون اللتر او الملي لتر، وان اللتر يساوي 1000 ملي لتر. احسنتم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، ودام الله عليكم التوفيق والنجاح، والى لقاء قريب باذن الله ودرس جديد من دروس الرياضيات. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.